والعرقجي بأقوى تصريح بعد اغتيال السيد حسن في الضاحية الجنوبية: خيك اللبناني مقهور ما تشمت. من غاب أشرف الناس وتوارى خلف من وصفهم يوما بأحبائي والذين كان يقبل نبل أقدام. تصدر اسم لاعب كرة السلة وائل عرقجي للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفه تجاه استشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن، وذلك بعد الإعلان بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذها العدو الإسرائيلي مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. يعني صراحة بس كان عبالي كلما تسليم. وفي التفاصيل، نشر وائل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام وكتب: بس تشوف خيك اللبناني مقهور وموجوع اليوم ما تشمت، فيك تختلف بالنظرة والوجهة وبالسياسة بس ما تشمت بالحزن. وأضاف وائل عرقجي: ما تشمت بالموت. وبالنهاية أثبتت الأحداث الأخيرة أنه كل العالم في بيعنا وما قلنا غير بعض كلبنانية. هذا وكان قد علق وائل عرقجي على الأحداث الحاصلة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا. وفي التفاصيل، كتب وائل عرقجي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام: فدا لبنان وبس. الأمر الذي أحدث بلبلة واسعة بين المتابعين، فانتقده البعض بينما وافقه الرأي البعض الآخر. وبعيش اليوم day by day، وبتمنى إن شاء الله لبنان يرجع ما ضروري على 1005، يعني يرجع على 3000 يكون منيح. وفي تعليق مطول لوائل عرقجي على الأحداث الأخيرة، كشف عن موقفه مما يحصل، فرد على أحد المتابعين باللغة الإنجليزية قائلا بما معناه: كلاعب كرة سلة كنت أنشر التضامن والمحبة بين الناس وسأبقى أفعل ذلك. وتابع: أنا أقف مع هؤلاء الأطفال والمدنيين الذين يستشهدون، وكنا وسنبقى نبذل قصارى جهدنا لنقوم بذلك. مضيفا: أنت تدعم الحزب بينما أنا أدعم لبنان، لبنان المستقل بعيدا عن كل الأحزاب. وأضيف: أن والدي يعمل في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، وهو يتواجد في قلب الضاحية الجنوبية لانتشال الضحايا ومساعدة الجرحى والمصابين، لأنهم بالنسبة لنا هم لبنانيون قبل كل شيء. تعرفي مين أصحابك، تعرفي مين بخاف عليك، مين بحبك، هذا شيء صعب منه شيء سهل. والحمد لله قدرت so far، يعني قدرت سيطر على السيركل تبعي، وبدك تصغري السيركل كل ما تكبري تصغري السيركل. هذا وقد شتم وائل عرقجي كل من إسرائيل ونتنياهو وقال: أريدهم أن يحترقوا في الجحيم، ولكن قرار دخول الحرب يجب أن يكون قرار دولة بأكملها وجيش واحد وهو الجيش اللبناني. وأردف وائل عرقجي كلامه بالقول: لحد الآن أنا أدعم المقاومة إلى أن تمضي هذه المحنة، ولكننا تعبنا من أن نعيش بهذه الطريقة، وعندما ينتهي كل هذا أعتقد أنه يجب علينا أن نفهم أن إيران كانت تلعب بنا لبعض الوقت وتناقش الملف النووي، بينما هناك أناس يموتون والبعض يعيش في المخيمات. العدو الإسرائيلي يريد من خلال هذه الهجمات التي شنها طيلة هذا النهار، يعني ضرب والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى الذين يعني لا تزال حتى هذه اللحظة تتناقل عوائلهم بشكل رسمي صور نعيهم. و